هاربون، يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون، قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صادق بن عيسى. ضرير على الرصيف. عدا أيام الجمعة والمناسبات الدينية، حيث يكون في مدخل مقبرة المجاهدين بطنجة أو في باب ضريح سيدي بوعرقية، فإن ذلك الشاب الضرير لا يستقر في مكان معلوم، ينشد الصدقة باقي أيام الأسبوع في كل الشوارع وفي كل الأسواق، يختفي عدة أيام، عدة أسابيع أحيانا، ثم يظهر من جديد. لا يعلم له اسم، قد يكون بعض المتسولين يعرفون له اسما، المتصدقون يعطونه ما تيسر ويواصلون طريقهم. ومع ذلك فإن هذا الشاب الذي بيضت عيناه يقيم علاقات خاصة مع بائع السجائر بالتقسيط، ولعله يبيع معها أشياء أخرى، ومع بعض المخابز والمحلات التجارية، حيث كان آخر كل يوم ومرارا في منتصف النهار يأتي لاستبدال ما حصل عليه من دراهم بأوراق نقدية أخف وزنا. لم يكن استثناء في كل ما يقوم به، وكان يجلس في انسجام تام مع متسول آخر كفيف أيضا، كان أكبر منه سنا، كلما أحس بخطى تقترب صدح صوته بمطلع نهج البردة للإمام البوصيري. لا يمضي أبعد من بيتين أو ثلاثة أبيات يكون الذي مر قد ابتعد، وإذا ما أعطاه شيئا فإنه يستبدل مطلع نهج البردة بدعاء للمتصدق. لم يكن الشاب يردد شعرا ولا نظما، وإنما هي كلمات استجداء لازمتها اللهم ارحم الوالدين. في أحيان كثيرة حين يخال الشارع خال من المارة، يشعل سيجارة يكون اشتراها من بائع السجائر بالتقسيط، وحين يحس بخطى قادمة يخفي السيجارة، لعله يعلم أن الناس سيستهجنون منه ذلك السلوك. لا يغمض عينيه اللتين توارى بؤبؤهما خلف بياض يجعل الناظر إليه يلاحظ عماه، فما يكون منه إلا أن يتصدق عليه إن كان لديه ما يتصدق به، ثم يحمد الله على نعمة الإبصار. كثيرا ما يحدث أن تمر به امرأة تتجاوزه ببضع خطوات ثم تعود وقد أخرجت من حافظة نقودها درهما أو اثنين تدسهما في كفه المبسوطة أبدا. في صيف العام 2003 قرر عبد الله الرايق المهاجر في فرنسا والمنحدر من سيدي علال البحراوي أن يمضي جزءا من عطلته الصيفية في طنجة، وكذلك حل بالمدينة في منتصف شهر غشت برفقة زوجته وأبنائهما الثلاثة. اكترى شقة مفروشة في وسط المدينة غير بعيد عن ساحة النجمة. ما كان يعشقه أبناؤه المتراوحة أعمارهم بين 13 عاما و17 سنة مساءات كورنيش طنجة، كانت أمهم ترافقهم في جولاتهم المسائية. في النهار بعد تناول وجبة الفطور في حدود 10 صباحا يتوجهون إلى واحد من الشطآن التي تحيط المدينة على واجهتيها الأطلسية والمتوسطية. حدث عبد الله الرايق زوجته رشيدة ذات مساء بنيته شراء شقة أو منزل في طنجة. قال إنه لم يعد يهمه قضاء عطله في سيدي علال البحراوي، وإنه سيتدبر أمر الضيعة التي ورثها عن والده. كانت والدته قد توفيت قبل عامين، لم يكن لها من ولد غيره. لم تخفي رشيدة حماسها للفكرة. في سيدي علال البحراوي يقيم عم لعبد الله له ولد اسمه عبد الجليل، لم يره منذ سنوات عديدة، وقد سمع قبل عامين أو ثلاث بأنه اختفى ولم يعد يأتي لزيارة والديه وإخوته في سيدي علال البحراوي. وقالت ألسن لا تكن الكثير من المودة لعائلة الرايق إن الشاب فر بعد أن افتضح أمر سرقته وديعة كانت في ذمة والده،
تحدثت تلك الألسن عن مبلغ يتراوح ما بين 2,000,000 و3,000,000 سنتيم، ولكن أسرة عبد الجليل نفت وقالت إن ابنها استقر في طنجة للعمل في مقاولة لبيع الخشب، وإنه يبعث لوالديه من حين إلى آخر بمبالغ مالية لمساعدتهما. رواية أخرى تقول إن عبد الجليل اختفى بعد أن وقع في فضيحة افتضاض بنت الجيران، وإن أشقاءها توعدوه بالتصفية إنهم أمسكوا به. بالنسبة لعبد الله فإن تلك القصة ليست بالوضوح المستساغ المقبول، وقد صرف عنها اهتمامه ولم تعد تحضره إلا وهو في طنجة. مساء 26 من غشت من العام 2003 قرر عبد الله القيام بجولة في المدينة ينهيها في ساحة 9 أبريل ليشتري ما قد يحتاجه أثناء سفره وهدايا لأصدقائه في فرنسا. وبينما هو في شارع الحرية أبصر بشاب كفيف يتسول عند باب مخبزة، وقد فاجأه الشبه الكبير إلى حد لا يصدق بين ذلك الكفيف وابن عمه عبد الجليل. صحيح أنه لم يره منذ سنوات، ولكن هذا الشبه الكبير وراءه ما وراءه. أدخل يده في جيبه وأخرج 4 دراهم واقترب من الكفيف الذي كان مقتعدا الرصيف، وضع الدريهمات في كفه، وبينما انطلق يدعو له اقترب منه أكثر وسأله: من أين أتيت؟ توقف الكفيف عن الدعاء، ابتسم ومضت عيناه المبيضتان تتحركان في اتجاهات شتى. لماذا تسألني؟ لأنني شبهتك بشخص أعرفه. ضحك الكفيف: ولكني لا أعرفك. ولا أنا أعرفك، فقد شبهتك بشخص أعرفه. لاحظ عبد الله تلك الحمرة التي اكتسحت سحنة الكفيف، هل هو الخجل أم الغضب؟ كانت رشيدة قد دخلت محلا لبيع الملابس المغربية التقليدية، يعلم أنها ستمضي في المحل وقتا، وتلك فرصة للنبش في هذا الشبه الغريب بين ابن عمه عبد الجليل وهذا الشاب الكفيف المتسول. ألست من سيدي علال البحراوي؟ نعم. من أين؟ من سيدي علال البحراوي. لا، لا أعرف هذا المكان، أنا من الدار البيضاء. مرت امرأتان فاحت منهما رائحة عطر، توقفت إحداهما ووضعت في يد الكفيف 2 درهم. تجاهل الذي كان يحاوره وانطلق يدعو لهما بمثل ما دعا به لعبد الله من قبل. وقد لاحظ عبد الله أن الكفيف ظل ملتفتا جهة المرأتين وكأنه يتابع خطواتهما. قبل أن ينهض وقد رأى زوجته تخرج من محل بيع الملابس التقليدية سأله: ألست عبد الجليل؟ من؟ عبد الجليل الرايق. هذه المرة لم يخفي الكفيف انفعاله، وقف وصاح في وجه عبد الله: ألا تتركني في حالي؟ ألم أقل لك إنني لا أعرف الشخص الذي تتحدث عنه؟ سامحني سامحني. كانت تلك الكلمات آخر ما قاله عبد الله قبل أن يلحق بزوجته. التفت فرأى الشاب ينهض من مكانه ويختفي بين المارة. قال لزوجته إنه يكاد يقسم جازما بأن ذلك الكفيف هو ابن عمه عبد الجليل الذي يقال إنه يعمل في طنجة. ضحكت زوجته ولم يمنعها من أن تمعن في الضحك إلا وجودهما في الشارع. وهل ابن عمك كفيف؟ لم يرد وأكمل جولتهما، ولكنه كان قد قرر أن يتعقبه حتى يعرف حقيقته. في اليوم التالي رصده في زنقة مصلى، وقد فضل أن يراقبه من بعيد، يعلم أنه لن ينهض من مكانه حتى يوقن بأن بقاءه هناك لن يدر عليه المزيد. رآه يمضي إلى مسجد المصلى لما رفع آذان العشاء، رآه يبقى بالباب يصلي هناك حتى إذا ما خرج المصلون حصل على صدقات من بعضهم، ثم بعد أن تفرق الكل مشى إلى شارع المكسيك، وجاءت سيارة أجرة وتوقفت دون أن تصدر منه إشارة. نزل السائق وساعده على الركوب. على مدى الأيام 3 التي ظل يراقبه كانت سيارة الأجرة تلك تأتي في الموعد وتحمله. في اليوم 3 جاء عبد الله بسيارته وقد حرص على أن يكون في المكان في الموعد نفسه. تبعه، مضت به سيارة الأجرة إلى حي سيعلم عبد الله لاحقا أنها حومة الشوك.
رآه يدخل زنقة صغيرة ويدلف إلى سكن من طابقين. قرر عبد الله أن يأتيه صباحا ثم غير رأيه. كان المقرر أن يسافر في الغد إلى سيدي علال البحراوي، وكذلك فكر في أن يأتي بعمه. قرر أن يمضي حتى النهاية في استكشاف خبايا ذلك الشبه بين عبد الجليل وذلك الضرير المتسول. عاد بعد 3 أيام وقد حرص على أن يرافق عمه إلى ذلك المنزل. طرق الباب، هو الذي فتح، وتجمد مكانه لما رأى والده وابن عمه. لم يكن في عينيه ذاك البياض الذي يوهم الناظر إليه بأنه كفيف. دخل دون أن يستأذنه. كان يسكن في الطابق الأرضي المتكون من غرفة ومرحاض وما يشبه المطبخ. نظر إليه والده مطولا، كان مكانه لا يتحرك. صرت متسولا، لا أكاد أصدق. على مدى عدة دقائق ظل الشيخ يكرر تلك الكلمات. حسب عبد الله أنه جن، يعلم أن وقع الصدمة كان قويا. ناوله كوب ماء ثم أمسك بالشاب ومضى به إلى زاوية من الغرفة ليسأله. مساء ذلك اليوم حين سألته كنت تنظر إلي؟ كنت شبه موقن بأنك كنت تراني وأنك تعرفت علي. كان ينظر إلى الأرض. بعد الذي حدث لم أعد أقوى على النظر إلى أي من أفراد عائلتي. وما الذي حدث؟ أبي يعلم وأطلب منه أن يسامحني، وأنا الآن مستعد لأعيد إليه الوديعة التي سرقت. لدي ما يكفي من المال، وهل ستكف عن التسول؟ سأحاول، أنا أعمل ضمن شبكة منظمة. في كلامه ما يوحي بأنه لن يستطيع التخلص من مد اليد. اكتشف عبد الله أنه كان حين يخرج للتسول يضع في عينيه عدستين لاصقتين توهمان الناظر إليهما بأن الشاب فقد بصره بعد إصابته بالجذري. خرج والده دون أن يصافحه أو يدعه يقترب منه. في النظرة التي ألقاها عليه وهو يخرج رسالة مؤداها أنه بريء منه ومما يفعل. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.